شايت. لو كان للدنيا قلب فيا ترى أين يمكن أن يكون؟ ثقل تاريخي كبير، أي مدينة يمكن أن تتسع لهذا الكم من الشواهد؟ ما هو المكان الذي يمكن أن نشاهد عبره تاريخ الإنسان منذ أمد بعيد؟ بالتأكيد إنها إسطنبول. هذه المدينة وكل صفحة من صفحاتها تقص حكاية جديدة. تفاصيلها تحمل في طياتها حكايا مختلفة. إسطنبول، حلم يتحقق ليتحول إلى مصباح سحري. قنديل ينير بنوره المستقبل. مدينة تلخص تاريخ الإنسانية وحكاياها. أينما وقفت في أرجائها ترى العالم بأسره. هذه المدينة هي عاصمة الدنيا. وعلاوة على ذلك إنها بايطهت.